والله كابتن حسن حمدي النهارده كمان يا سلا كان موجود، قول لنا بقى ايه اللي حصل. اه بالفعل يا كابتن اسلام، طبعا يعني واحد من رموز النادي الاهلي كابتن حسن حمدي رئيس النادي الاهلي الاسبق يعني وصل النهارده لفندق الاقامه لبعثه فريق النادي الاهلي يعني الفريق الاول لكره القدم في ابو ظبي. يعني النهارده العصر وصل لمؤازره اللاعبين قبل مباراه بكره ان شاء الله امام فريق مونتاري المكسيكي بطل الكونكاكاف في الدور التمهيدي لبطوله كاس العالم للانديه واللي هتستضيفها ان شاء الله الامارات. يعني المباراه اللي هتكون بكره في تمام الساعه 6:30 مساء بتوقيت القاهره، وباذن الله يعني ان شاء الله نحقق فيها الفوز يا كابتن اسلام. وطبعا يعني هواند بكره ان شاء الله نحقق اداء قوي امام مونتاري المكسيكي وطبعا نفوز ونفرح جميع جماهير النادي الاهلي، ولازم يعني نلاقي فيه دعم كبير طبعا من كل اللاعبين سواء المصابين طبعا بفيروس كورونا او يعني المصابين يعني باصابات اخرى، واكيد يعني الدعم الاول هيكون من جماهير النادي الاهلي ان شاء الله. يا سلام، كلنا اكيد بندعي والجماهير هنقول المصريه برضو مش الاهلي بس اكيد بتدعي بده. على كل حال احنا منتظرين ان شاء الله يعني كلها ساعات قليله ويبان باذن الله خير جدا. يا رب خير يا رب دايما يا رب. ولكن انا الحقيقه بحب كابتن حسن قوي، كابتن حسن يعني كابتن حسن بالنسبه لي لانه لما كنا بنلعب في ارض الملعب كان هو موجود رئيس النادي وكابتن خطيب نائب رئيس النادي في ذلك الوقت. فانا كابتن حسن بالنسبه لي واستقبال الكابتن حسن والمهندس خالد مرتجي شوفي قاعد معاه ازاي وشوفي بقيه الناس قاعدين والدكتور محمد شوقي وبقيه الناس قاعده وكابتن زكريا ناصف وتيمور ابن الكابتن حسن كلهم قاعدين الحقيقه قاعده تحس كده بفخر لما تلاقي كابتن حسن حمدي الرئيس واحد من الرؤساء التاريخيين للنادي الاهلي موجود وقدم كتير قدم كتير جدا ان كابتن اسلام وليه تاريخ وليه اسم ومحبوب جدا، وتيمور يمكن ابنه برضه من الشخصيات المحبوبه جدا الاهلاويه. فبس مش مشهد جديد قوي يعني احنا دايما في النادي الاهلي احنا كده، احنا بنعمل كل شخص ورمز من رموز النادي الاهلي بالذات رموز اللي ادت وخدمت بشكل كبير جدا لها قيمه، هي قيمه وقامه فعلا وتحترم يعني من جيل ورا جيل ورا جيل. فزي ما حضراتكم شايفين المشاهد يعني لا يعني حضراتكم كمان، وطبعا ده لو الاعضاء كمان بيكونوا موجودين وبيشاهدوا ده بنفسهم، كابتن حسن حمدي او اي قامه قبل كده كانت سابقه يعني موجوده بتزور النادي الاهلي شوف حتى الاعضاء الاهلاويه بيبقوا استقبلوهم ازاي، الناس العاملين. فهو ده اعتقد هو ده اللي احنا نعرفه عن النادي الاهلي زمان ما شفناه، يعني ما بتشوفش الحاجات دي خالص الا نادرا يعني انا مش عايز لكن من زمان او ما شفناش الحاجات دي في حته ثانيه. ولكن الحقيقه وجود الكابتن حسن دائما ما يعطي ثقه كبيره جدا. في نفس الوقت كابتن محمود النهارده كمان على النهارده الجمعه هيكون متواجد كمان في الامارات خلال كابتن محمود الخطيب طبعا هيكون متواجد في الامارات واعتقد ان هو هينضم ويروح بكره ان شاء الله المباراه وتبقى الامور زي ما حضراتكم شايفين كده. هذا هو النادي الاهلي وهذا هو الفارق ما بين النادي الاهلي واي حد اخر.